نيجي بقى للجزئية التانية من اليونت بتاعنا اللي هي business process performance او improvement. يعني هنشوف برضو process improvement او process performance، ان انا اساسا عايز اقيس performance بتاع البروسيس بتاعتي او الاوبريشن بتاعي واعرف هو محتاج improvement ولا لا. اول نقطة، طب ما افهم ايه البروسيس بتاعتي، وخدناها قبل كده اللي هي الفاليو تشين اللي هي جزء من السبلاي تشين. او السبلاي تشين ايه؟ هي الفاليو تشين بس زود عليها الاكتيفيتيز زي ما قلت لك قبل كده والفانكشنز اللي مرتبطه في علاقتي مع السبلايرز بتاعتي. بس هي دي الفكره، ده الفرق الاساسي يعني الجوهري بينهم. ولكن بصفه عامه الفاليو تشين زي ما خدناها قبل كده ما فيهاش اختلاف كبير. هي الابستريم، الحاجات اللي قبل المانيفاكتشرنج، عباره عن الريسيرش اند ديفلوبمنت، الار ان دي والديزاين، وبعدين عمل المانيفاكتشرنج، وعمل وراها الداون ستريم اللي هي الديستريبيوشن والدليفري والافتر سيل كاستمر سيرفيس والكلام ده كله. طبعا هي فاليو ليه؟ لان انت بتدخل الانبوت تطلعه في نهايه التشين بتاعتك في صوره اوتبوت. الكاستمر بيدفع مقابل ليه، لازم يكون بيدفع المقابل ده عارف ان بيدفعه في حاجه فاليبل ليه. فانا المفروض ان الاكتيفيتيز اللي موجوده في الفاليو تشين دي تكون بتاد فاليو للاوتبوت اللي هديه للكاستمر اللي هيدفع ثمنه. فهي دي فكره ان هو اسمه فاليو تشين. وتشين طبعا لان هي شبه السلسله، شبه التشين، اكتيفيتيز مترتبه ورا بعضها، مرصوصه ورا بعضها. وصلت الفكره؟ واناليسز دايما مرتبطه بكلمه الفاليو تشين، لان دايما كلنا وفي كل الشركات بنبقى محتاجين نعمل اناليسز للاكتيفيتيز بتاعتنا، نشوف فيها ايه الفاليو ادنج للاوتبوت بتاع الكاستمر ده اللي هيعمل له الساتسفاكشن، وايه اللي مش فاليو ادنج. لان لو مش فاليو ادنج وموجود عندي زود في الكوست، الكاستمر مش هيبقى ساتسفايد، يا مش هيشتري مني. وصلت الفكره؟ طيب الفاليو تشين زي ما خدناها قبل كده، النقطه الوحيده اللي هتزيد عليها ان الاكتيفيتيز اللي قدامنا دي اسمها برايمري اكتيفيتيز. بس ما تتخيلش ان في حاجه اسمها سكندري اكتيفيتيز. ما فيش حاجه في الفاليو تشين اسمها سكندري اكتيفيتيز، بس في حاجه اسمها سبورت اكتيفيتيز. لان هيقابلك سؤالين او حاجه زي كده في الحل وانت بتحل في جلايم اهوك على قصه السكندري اكتيفيتيز دي. ما فيش حاجه اسمها secondary activities في الفاليو تشين، مش عشان عندي primary يبقى عندي secondary، تمام؟ ولكن عندي حاجة اسمها support activities اللي هي الactivities اللي احنا في ظهر الفاليو تشين دي، بتسبورت الفاليو تشين دي. المانجمنت، الليجل، الاكاونتنج اللي يسموهم infrastructure activities، الIT، الHR، الماتيريال purchasing، كل الactivities المكملة للتشين بتاعتي او للفاليو تشين بتاعتي. بس ابقى فاهم ان الاكتيفيتيز دي موجوده وان اسمها سبورت اكتيفيتيز. طب الاناليسز يحصل ازاي؟ يقول لك تعالى حدد لي مبدئيا، اعمل لي اناليسز كده بقى للاكتيفيتيز الموجوده في الفاليو تشين بتاعتك، وحدد لي ايه منها الفاليو ادنج وايه اللي مش فاليو ادنج. دي هنحتاج فيها الاي بي ام، العنوان اللي هناخده كمان شويه، اكتيفيتي بيزد مانجمنت، لان دي احسن طريقه بتحلل الاكتيفيتيز اللي موجوده في الشركه. زي ما خدنا في الاي بي سي في الاكتيفيتي بيست كوستنج، اساس الموضوع ان نحلل الاكتيفيتيز وحدد بقى الكوست درايفر والريسورس درايفر والقصه دي، لو فاكر طبعا الكلام ده. طيب يقول لك برده بحدد الكوست درايفر معايا هنا وانا بعمل اناليسز للاكتيفيتيز بتاعتي. ليه؟ لان يهمني اوصل للكومباتيتيف ادفانتج. عايز اخلي الكاستمر ساتسفايد باني اوصل له البرودكت بالكواليتي الصح بالكوست الصح. يبقى هو لما يبقى دافع في البرودكت ده مبلغ او تمن معين، يبقى هو ساتسفايد في ان هو بيدفع المبلغ ده، بان الفاليو اللي هياخدها من البرودكت ده هي فعلا الفاليو اللي محتاجها، وان المبلغ اللي بيدفعه ده فير ماركت برايس. وصلت الفكره؟ بس فالقصه بتندرج تحت ثلاثه كونسبتس اساسيين: احلل الاكتيفيتيز اعرف منها ايه الفاليو ادد هحتاج فيها الاي بي ام، واعرف الكوست درايفرز بتاعتي جزء شغلها برده في الاي بي ام لانه بيتوافق مع الاي بي سي، واوصل للكومباتيتيف ادفانتج، اوصل للكاستمر بالكواليتي مظبوط عن طريق الادنج فاليو مظبوط من خلال الاكتيفيتيز بتاعتي على الانبوت اللي دخل لي يطلع لي برودكت بتاعي اوتبوت بالسعر او الكوست المناسب للكاستمر ده، فتديني الادفانتج المظبوط او تديني الكومباتيتيف ادفانتج الصح اللي اقدر انافس فيه في السوق بتاعي. دي الخطوط العامه قبل ما ابدا اتكلم في ان انا اعمل بيرفورمانس ايفالويشن للاكتيفيتيز بتاعتي وابدا اعمل افكر في امبروفمنتس. طب ايه حجم الامبروفمنتس اللي اقدر اعملها؟ قال لك في نوعين بساط. لو جينا بصينا فوق، انا ممكن بقى ابدا اكبر الكلام ده شويه، نلاقي ان في حاجه اسمها بروسيس اناليسز وبي بي ار
بزنس بروسيس ري انجينيرنج. الفكره ايه؟ الوول اللي انا حاطط صورته ده، صوره السور ده، عندك سور بايظ قدامك حل من اتنين، يا يعني هتبدا تسقط المحاره اللي على السور القديمه دي اللي شكلها بقى وحش، وتبدا بقى تشوف فيه كده لو طوبه مكسوره في النص تقوم جاب لها شويه اسمنت محترمين وحاطط طوبه شكلها محترم في النص تمسك لك السور صح، وتبدا بقى تمحر من اول جديد، وبعدين تبدا تمعجن فوق المحاره بتاعتك، وبعدين وطبعا تستنى شويه عشان المحاره تشد، وبعدين تمعجن وتستنى شويه المعجون يشد، وبعدين تبدا تدهن، وصلت النهايه للامبروفد وول اللي انت عايز توصل له. ده يسموه بروسيس اناليسيس. شوف قلت لك المحاره وفيها المعجون وفيها الدهان، انكريمنتال كونستنت تشينجز. التشينجز في البروسيس اناليسيس تبقى بالراحه، سلو، سمول، انكريمنتال وكونستنت. دي طريقه. في طريقه تانية يقول لك لا نهد السور ده خالص ونعمل سور من اول جديد يكون مثلا سكريت عشان انا عايز اشوف اللي وراه، او عايز اعمل سور خشب حاجه تانية خالص بقى، واخد بالك شكل جديد خالص عشان عايز اعلق اهي حاجات مثلا ما ينفعش اعلقها على الحيطه. طالما هديت وهتبني من اول جديد، هي دي البي بي ار او البيزنس بروسيس ري انجينيرنج، او تقدر تقول بروسيس ري انجينيرنج على طول. انك تعمل تشينجز ذات ار فاندمنتال من الاساس بقى، راديكال دراماتيك. ساعات يسموها هيفي بلاستنج، يعني تفجير. هديته بنيت. فدول حجم الامبروفمنتس ممكن اعمل. طبعا احنا بنقول ايه طبيعي عشان افكر في امبروفمنت ككونسبت عام، يبقى في تشينج هيحصل، والا هعمل الامبروفمنت ازاي؟ بس التشينج اللي هعمله ده قد يؤدي للنتيجه اللي انا عايز اوصل لها الامبروفمنت ده، وقد يؤدي لنتيجه عكسيه. ما انا هكون حاسب بقى وظابط والكلام، وبرده متطلبات وطبيعه الشغل اللي انت محتاجه والهدف اللي انت محتاجه. عشان كده حتى انا ما قلتلكش تهد السور طوب وتبني سور طوب، ما انت ممكن تكون عايز تبني سور بشكل تاني خالص. مثلا كل دي حاجات هتحسبها، بس تاثير اللي تشينج بتاعك زي ما بقول لك، حته ان هو يعود عليك بامبروفمنت زي ما انت متوقع ومخطط، او ممكن ما يعودش عليك بالامبروفمنت اللي انت مخطط له. هنا بقى الكوستم بنفيت، زي ما انت قلت حته ان انا اشوف ادرس كوست الكلام ده اللي هكلفني في حته الامبروفمنت والتطوير او التشينج اللي اعمله ده عامل ازاي. النقطه الثانيه برضو المهمه اللي اعرفها، حته الريسك. اني غالبا الريسك لما باجي اشتغل في بروسيس اناليسيس بانكريمنتال سمول سلو تشينجز مع الوقت، ريسكها اكيد هيبقى اقل من ان انا هد وابني من جديد. واخد بالك ازاي؟ تاثير اللي ممكن يجي كامبروفمنت او حتى كتاثير عكسي هيكون التاثير سيفير شويه. وصلت الفكره؟ وهنفهم عشان كده هنتكلم بعد كده في نقطه الكونتينوس امبروفمنت، لان هي قايمه اساسا على موضوع البروسيس اناليسيس دي، السمول سلو انكريمنتال تشينجز اللي توصلك للامبروفمنتس المطلوبه المفروض، يعني لو انت دارس ومخطط لكل حاجه صح. بس لو احتجت ودرست ولقيت كوستم بنفيت كل حاجه مظبوطه، وان انت طبيعه النشاط وطبيعه الكيسه اللي انت شغال فيها النهارده في بروسيس معينه انك لازم تعمل لها ري انجينيرنج، يبقى ساعتها هتعمل فاندمنتال راديكال دراماتيك تشينجز، هتهد وتبني بقى من اول جديد. وصلت الفكره؟ دي قصه البروسيس اناليسيس والبروسيس ري انجينيرنج. طيب اعرف ازاي انا يعني انا محتاج احسن مش محتاج احسن؟ طب اخري في التحسين ايه؟ الكلام ده اعمل بنش ماركينج، مقارنه ببساطه. بنش ماركينج دايما يبقى مرتبط بمفهومين مهمين، يقول لك ايه هم نفس المعنى، يا بيست ان كلاس يا بيست براكتس. ساعات يقول لك بيست ان جلوبال، يعني تشوف اعلى واحد في العالم وصل ايه في البروسيس دي او في النقطه دي وتبدا تقلده او تقارن نفسك بيه او تعمل زيه، اللي هو يعني ايه نبدا من حيث انتهى الاخرون، يعني واخد بالك؟ دي هدف البنش ماركينج. نقطة بس نعرفها هنا، إن بعض الناس تتخيل إن البنش ماركينج دايماً يبقى مقارنة بالكومباتيتورز، على اعتبار إن هما ليهم نفس طبيعة الشغل بتاعي والكلام ده. لا خالص. أنا ممكن أعمل بنش ماركينج مع سبلاير ليا مثلاً. ممكن أعمله مع كاستمر، يعني واحد بيشتري مني حديد وبيروح يصنعه ويعمل عليه إعادة تصنيع في حاجة تانية وناجح في إدارة بروسيس معينة عنده. أعمل بنش ماركينج بيه وأحاول أحصله في النقطة دي وأستفاد من خبرته في النقطة دي. نجح في حساباته، نجح معرفش في الـ HR بتاعه، نجح في ترتيب المكان بتاعه، نجح في الكواليتي عنده،
اشوف الناس دي بتشتغل ازاي. مش لازم يعني يكون كومبيتيتور ولا حتى سبلاير ولا كاستمر، ممكن يكون حد بره الفيلد بتاعي اساسا بس اعمل له بنش ماركينج ناجح فيها. تمام؟ ولذلك دايما يقول لك بيست ان كلاس وبيست براكتس بصرف النظر هو مين. ده بالعكس، ده ممكن اعمله انترنالي مش اكسترنالي. يعني عندي ديبارتمنت معين ناجح في نقطه معينه، اخد منه النقطه دي واعممها على باقي الديبارتمنتس التانيين، اعمل بنش ماركينج من بين الديبارتمنتس بتاعتي بالبيست ان براكتس او بيست ان كلاس او بيست براكتس ديبارتمنت ده نجح في ان هو يظبط مواعيد موظفينه. عم طب تعالى انت عملت ايه؟ اه ده انا عملت لهم دفتر، ده انا خليت الناس تمضي وهي داخله وهي خارجه، ده انا مش هم عامل بنش ماركينج لكل الديبارتمنتس اللي عندي تشتغل زي الديبارتمنت ده ما عمل مثلا. يعني لو دي هتقرب الفكره وتقرب الصوره. تمام؟